صحرات الزراعة وفي نهار رمضان، حمر على وطنكم والمانجا والرمان، والليلة من الإرشاد جاي عشانكو حقول كلام يفيد زرعكم ويكتر المحصول. ودور يوماتي انده وهاتي علشان عيدي، ويصحى وبخاتي وصحى يا نايم، اصحى يا نايم يا نايم اصحى. والزرع زرعي والشغل على زرعي، وانا الاديب الذي بكتب الاشعار، والرجل الدب مطرح ما تحب، وانا بحب البصل والرز والقمح. واصحى يا نايم، اصحى يا نايم يا نايم اصحى. ماشي بسحر انا ولقيت ما بين الدور عايدة مع ام الهنا وعمي هم منصور، بيشتكوا لبعضهم بسبب موت الطيور، ولقيت كتير من الامور في الشكوى مش واضحه. واصحى يا نايم، اصحى يا نايم يا نايم اصحى. ورحت للدكتور سالني على الامراض، وشهدت باللي حصل وشفته عندي سعاد، وقال لي دي انفلونزا وحقول على الاعراض علشان تكون الامور لاهل البلد واضحه. واصحى يا نايم، اصحى يا نايم يا نايم اصحى. وقال خمول او كسل على الفرخه في العش، والفرخه مال عنقها وبيتنا تفرش، في ورم في الراس وزرق في الدليتين، وتلاقي موت مفاجئ ولا تعرف جه منين، والبيض مشوه كده في الجاية والرايحة. واصحى يا نايم، اصحى يا نايم يا نايم اصحى. وقال احب انصحك كمان بتوصيات، وضع سلك شبك لازم على الفتحات علشان حماية الطيور في العشة يا حضرات، وبلاش نسيب ثغرات في أيها نحيا. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، وحد الرزاق رمضان كريم.